السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله يا جماعة هنستقبل مع بعض البط عمر يوم، وهقول لكم إن شاء الله أنا بعمل إيه بالظبط. ده بيخلي البط معايا، الحاجات اللي أنا بعملها ده يا جماعة بسم الله ما شاء الله، يعني بيخلي البط معايا ما شاء الله يبقى ماشي سليم، يبقى صحته حلوة. بيخلي برضه البط يوم يجي بيومين. بس إن شاء الله يا جماعة قبل ما أقول لكم أنا بعمل إيه، يا ريت كلنا نعمل لايك للفيديو، واللي مش عاجبه الفيديو برضه يعمل ديسلايك عادي، مفيش اي مشكله خالص، انا مش هزعل. يعني تقولوا لي رايكم في الفيديو ايه، اللي هلاقي اللايك كتير هعرف ان الفيديو عجبكم، في ديسلايك كتير هعرف ان الفيديو بتاعي ما عجبكوش. ويا ريت برضه يا جماعه اللي مشترك عندي يتاكد من ان هو مفعل الجرس، ما لقاش الجرس مفعل يا ريت برضه يلغي الاشتراك ويرجع يدوس على يرجع يشترك تاني، بعد ما يلغي الاشتراك يرجع يشترك تاني من جديد علشان تفعيل الجرس، ويتك على الجرس علشان يتفاعل معاه ويوصله كل جديد ان شاء الله. واللي بيشوف قناتي لاول مره يا جماعه يا ريت يعمل اشتراك للقناه ان شاء الله، ويفعل الجرس برده عشان يوصل كل جديد، ويا ريت كلكم تشيروا الفيديو وتعملوا لايكات كتير عشان ينتشر. يلا بقى يا جماعه تعالوا نشوف احنا بنستقبل البط ازاي عمر يوم. طبعا يا جماعه البط بتاعنا احنا يعني بناخده في حاجه واسعه زي دي كده، بنفرش له يعني اي حاجه قديمه عندنا زي دي كده، زي فرشه زي دي كده، لان طبعا يعني طش زي ده ما ينفعش يتفرش فيه تبن ولا نشاره ولا الكلام ده كله، لازم يكون حته اي حاجه قديمه زي اللي انا فرشاها دي كده. وعلى الارضيه كده، على الارضيه كده بنقوم رشين شويه علف، لان هو طبعا يعني لسه ما كانش خالص، اهو لسه طالع من البيضه ما كانش خالص، بس انا ايه حبيت بس اوريكم انا بستقبله ازاي. ترش على البط كده شويه علف عشان كله ينقر كده ببعضه ويتعود على الاكل، لان هو لسه اول لكش خالص زي ما قلت لكم ما كلش. العلف اللي انتم شايفينه قدامكم ده يا جماعه ده علف بادي، بنستقبل البط بتاعنا على علف بادي، لا علف خشن ولا علف وسط ولا اي حاجه، اهو علف بادي عمر يوم. بتروح لبتاع العلف تقول له انا عايز علف بادي عمر يوم، بيديك العلف دوت خلاص. يعني برضه انا هكلمكم على حاجه مهمه يا جماعه، لان في ناس سالتني عليها زي ده كده، في ناس بتقولي انت ما بتشيليش القشره اللي زي دي كده من بوز البط. انا ما بشيلش حاجه يا جماعه، انا بسيب البط كده بحاله من اول ما بطلع من البيضه لغايه ما باجي اذبحه، ما بشيلش اي حاجه من بوزه ولا بشيل قشره ولا بشيل اي حاجه، بسيب البط بتاعي بطبيعته كده. وانتوا يمكن بتبقوا شايفين البط عندي عامل ايه، وشايفين التربيه بتاعتي بتبقى عامله ايه، بتبقى ما شاء الله عليها يعني، وانتوا بتبقوا ماشيين معايا يوم بيوم وبتبقوا شايفين شكل التربيه عندي عامله ايه. خلاص احنا اتكلمنا عن العلف والحاجات دي كلها، هقول لكم بقى ان شاء الله انا بعمل ايه بعد كده. الميه طبعا بقى يا جماعه هنيجي في الميه يا جماعه هنعمل ايه، هندي محلول، ده محلول معالجة الجفاف، اهو ده كيس زي ما انتم شايفين اهو محلول معالجة الجفاف عادي. انا بجيب علبة كاملة بتفضل عندي، بحط منها الفراخ، بحط منها البط، اي حاجة لسه طالعة جديدة عندي بحط لها منها. اهو باخد الكيس دوت على سقاية صغيرة او كوباية مية، اهو بنفتح الكيس. يا سقية دي يا جماعة نص رجل، بحط الكيس كله فيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو. حابة انت تستقبلي بمية سكر ماشي عادي، مفيش اي مشكلة خالص اهو. بنحط للبط بتاعنا بقى يشرب اهو. حابه انت تستقبلي ميه بسكر يا جماعه عادي مفيش اي مشكله خالص، يعني كلتنا ممكن نعمل كده. حابه تعملي محلول معالجه الجفاف زي ما انا بعمل كده مفيش اي مشكله، اهم حاجه تستقبليها على حاجه من الاتنين ديت، بتفضل قدام الميه طول النهار يعني لمده يوم واحد. لو عملت برضو ميه بسكر بتسيبها طول النهار قدامه لمده يوم واحد عادي مفيش اي مشكله خالص. انت بقى بتمسكي البطه كده، لان طبعا البط لا تعود لسه لا على اكل ولا على شرب، هو نعم ممكن ينقر كده، بترش عليه شويه علف زي ما انا بعمل كده، تبص تلاقي البط بقى ايه كله بدا ينقر كده ينقر، انما عند الميه مش هيشرب الميه لوحده لان انا معوداه على كده. باخد البطه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، كل بطه بعملها كده بقوم عامله بوزها كده في السقايه
تاخد بقه ميه لغايه بس ما تتعود على الميه. متى ما بطه بس شربت هتلاقي البط كله بقى يتعود يشرب. خلاص يا جماعه احنا حطينا الميه والاكل قدامكم اهوت. الخطوه اللي بعد كده البط بقى خلاص زي ما قلت لكم وعرفتكم البط ما بيشربش لوحده. انت بتمسكي كل بطه وبتعمليها كده زي ما انا عملتها كده. البط كله نفس الشيء كده على اساس ان هو بيشرب شويه ميه بيقوته شويه لان طبعا طلع من البيضه لسه لا اكل ولا شرب ولا يعرف بيشرب ازاي. هو اي نعم ممكن ياكل بس احنا بنعوده على الميه. ده النظام اللي انا ماشي عليه على طول كده يا جماعه. على اساس ان انت لو سبت البط ممكن ما يشربش خالص، انما المحلول ده لو خد منه بق ده بيبدا بقى ايه يقويه شويه بشويه. فاحنا الوقت عودنا البط اهوت على الشرب. هتبص انت لو لاحظتوا ما هتبص تلاقي البط بقى بدا ايه يمد بوزه في السقايه ويشرب. الخطوه اللي بعد كده ايه يا جماعه علشان البط يبقى كويس معاكي، انت ما تعمليش الحاجات اللي انا عملتها كده وتسكتي، لا وتتكلي على كده لا وتسكتي. بنيجي تاني يوم بنروح نعمل ايه بقى، بنجيب دواء استقبال من عند البيطري. بنقول له احنا عندنا عمر بط عمر يوم، يعني هو لسه طالع بقاله يوم، عايز له دواء استقبال. بيديكي دواء استقبال، بتدي له دواء الاستقبال دوت مده 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام على حسب ما الدكتور يقول لك حطي له. بتفضلي تحطي له. انت لو ما جبتيش دواء استقبال دوت اللي هو يعني عباره عن مضادات حيويه وفيتامينات والحاجات دي كلها، يمكن انتوا لو تلاحظوا الناس اللي هي ما عملتش الموضوع ده قبل كده تبص البط تلاقي واقف كش معاها ينشف معاك لغايه ما يموت. انما دواء الاستقبال دوت ده بيحمي البط، ده يحمي البط بتاعك، يخلي البط صحته حلوه، يخليه ياكل يخليه يشرب. انما الناس اللي هي بتاهمل فيه ما بتديلوش الفيتامينات والمضادات الحيويه اللي هو دواء الاستقبال اللي انا بقول لكم عليه دوت، دوت البط ممكن لا قدر الله يموت منك. انما انت لو جبتيه واديتيه على طول تاني يوم ما بتستقبلي بيه خلاص، يعني تاني يوم بعد المحلول والحاجات دي كلها بعد ما بنستقبله كده اول يوم تحط له بقى دواء الاستقبال دوت، ده بيخلي البط صحته حلوه، بيخلي البط مفرفش معاكي، بياكل ويشرب، ما يقفش بقى كاشش ومش عارف ايه. ولا زال يعني انتوا عارفين الجو حار، ممكن في وارد اسهال، ممكن مش عارف ايه الحاجات اللي هي بتبقى ايه يعني بتبقى مشاكل الصيف دي. خلاص كده يا جماعه احنا بنديله بقى الدواء الاستقبال ده وبنريحه فتره. بعد كده طبعا يا جماعه في ناس هتقول لي انت ما بتحطهمش في كرتونيله وبتحط لهم لمضه والكلام ده كله، لا يا جماعه انا ما بعملش كده. اي نعم انا معاكم في الشتاء، في الشتاء ممكن اعمل كده، بس احنا في الصيف دلوقتي زي ما انتم شايفين كده الجو حر، ما ينفعش اقر لهم لمضه ولا الكلام ده كله. عادي اللي حابب يعمل كده عادي مفيش، بس انت ممكن تحط لمضه موفره اللي هي البيضه ديت. بس انا بعمل ايه، بحطهم في حاجه واسعه زي دي كده وبفرش لهم لانهم لسه جاي يعني ايه عمر يوم، يعني لسه ما قدموش ولا حاجه، هم عمر يوم. بعمل ايه، بحطهم زي ما قلت لكم في حاجه واسعه زي دي كده، باكل وبحبس كرتونه جاره اهيت اهي يا جماعه ده الكرتونه بتاعتهم. باكلهم وبحبس، بقعد ديرهم كده لغايه ما ياكلوا ويشربوا. هم زي ما انتم شايفين اهمت كلتهم متعوده على الشرب، مسافه مساءات واحده واثنين وتعودت على الشرب، وكل بقى بيبدا يشرب. ويمكن انتوا لو تلاحظوا كمان يا جماعه هم بياكلوا مهمض بينقرهم، عشان في ناس بتقول انت مش بتشيل الحته البيضه اللي في البوزه ديت، لا يا جماعه انا ما بشيلهاش خالص. هي عادي اهي هي بتشال بسهوله خالص، بس انا ما بشيلش اي الكلام ده كلته اهي ديت الحته البيضه، بس انا ما بشيلهاش خالص. عادي برضو بياكلوا ويشربوا وكل حاجه ما فيش فيها اي مشكله اهي، يعني هي عباره عن قشره يعني ما بتضرش القشره دي ولا بتعمل اي حاجه. ممكن عايزه تشيليها شيليها، عايزه تسيبيها سيبيها، ما فيش فيها اي مشكله ولا فيها اي حاجه خالص. بعد كده زي ما قلت لكم بتاكلي وبتحبسي، بسيبهم في الطش ده لمده 4 ايام، يعني حوالي 4 ايام بس. بعد كده يا جماعه انا عندي البوكس فوق يمكن انتوا شفتوه، بفرش لهم فيه قش وبسيبهم بقى ليل ونهار في قلب البوكسه دي. بيباتوا فيه، يعني هما حتى بيباتوا فيه، الجو حر ما بخافش انا لا يبردوا مني ولا حاجه. اي نعم انتوا ممكن تغطي البوكس ولا حاجه من الليل لليل كده، وبتسيبوهم بقى بيجروا ويشربوا وياكلوا كل حاجه، ويبقى البوكس واسع ما فيش اي مشكله خالص. طبعا انا قلت لكم نوع البط ده ايه، والبطه وانا بجيبهم من تحت امهم
لما كانت البطه فاسه. انا قلت لكم نوعيته ايه يا جماعه؟ انا قلت لكم البطه ده مسكوفي، بس هو مش مسكوف اصلي، يعني الاب الاب اي نعم مسكوفي، بس الام بلديه، يعني بيبقى خليط مسكوفي خليط، عشان في ناس سالتني كتير البط ده نوع ايه. ما عدا البطه ديت، البطه دي يا جماعه دي هي بلديه، يمكن هي واضحه شكلها غريب عن البط كلاته، لان زي ما قلت لكم انا ببقى حابسه البط في اوضه لوحده. البطه اللي بتيجي تبيض بتبقى طبعا معاها بيض اول بيضه، علشان تعرف ان البطه برضه خلاص بتبقى بيض اول بيضه، معاهم دكر بلدي اللي هو سوداني طبعا بيكسرها اول بيضه اللي هي بتبقى ديت. بعد كده باخدها انقلها للدكر المسكوفي، هو مسكوف اصلي زي ما قلت لكم، انما الام بلديه بيطلع بقى ما شاء الله كله تلقيح مسكوفي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. وزي ما انتم شفتوا برضو البط الكبير عندي طالع شكله ايه، طالع زيه زي المسكوفي بالظبط، ما بيفرقش عنه في حاجه، في الحجم وفي الوزن وكله ما بيفرقش عنه اي حاجه. لان كانت في ناس برضو قالت لي طب ينفع بطه بلديه يكسرها دكر، ينفع بطه مسكوفي يكسرها دكر بلدي؟ اه ينفع يا جماعه، ما فيش اي مشكله خالص، وبيطلع برضو خليط، يعني بيطلع خليط، وينفع الدكر المسكوفي يكسر بطه بلديه وبيطلع برضو خليط، ما فيش اي مشكله خالص. يعني احنا عندنا البط كلاته بتاعنا طالع دلوقتي كله خليط، يعني زيه زي المسكوفه بالظبط، وان شاء الله هتبقى سلالتنا كلها خليط باذن الله، لانه هو طبعا بيفرق عن البلدي كتير في الوزن وفي الحجم، والتربيه بتاعته بتبقى سريعه وحلوه. وفي نهاية الفيديو بقى يا جماعة حابة اقول لكم اللي عايز يجيب بط عمره يوم ويبدأ معايا يجيب ان شاء الله، وان شاء الله برضو هنقول لكم على خطوات تانية كتير تعملوها على اساس يطلع معاكم تربية بط كويسة ما تتعبش معاكم ولا حاجة، وتطلع ما شاء الله صحتها حلوة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.